تزامنا مع أسبوع الإمارات للابتكار وضمن مشاريعها الحديثة، دشنت وزارة تطوير البنية التحتية عبر فرعها في رأس الخيمة مشروع أول محطة شحن للمركبات الكهربائية، والذي سيخدم مسطولها الجديد من تلك المركبات التي أطلقت تزامنا مع الحدث لخدمة موظفي الوزارة. مشروع يندرج ضمن سعي الوزارة إلى دعم منظومة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بهدف دعم توجه الدولة لأن تكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزا للمنتجات والتقنيات الخضراء. هذه السيارات بلا شك وهذه المحطات صديقة للبيئة، تساهم في البصمة الكربونية، لذلك وجدنا أن وزارة تطوير البنية التحتية من خلال هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الزخم حول السيارات الكهربائية والمحطات الشاحنة لهذه السيارات، وجدنا أنفسنا أن معنيين بالبيئة ومعنيين كذلك بتسهيل المرحلة القادمة من مراحل دخول دولة الإمارات العربية المتحدة في العهد الجديد في 2020. من هنا أتى هذه الباكورة للمحطات، وإدراكا منها لمستقبل المركبات الكهربائية لما تتميز به من تكلفة مالية أقل واستخدام للطاقة النظيفة، أكدت الوزارة تسخيرها للجهود كافة لتعميمها بشكل تدريجي على مختلف مشاريعها القائمة، فضلا عن المجمعات السكنية الحالية واستراحات المركبات مستقبلا، لتكون بذلك الجهة الاتحادية الوحيدة على مستوى الدولة التي تنفذ مثل هذه المشاريع الرائدة. نحن اليوم في المرحلة الأولى، وهذه الإطلاقة أولية، باكورة إطلاقاتنا اليوم. الحقيقة أعلننا في هذا الملتقى بأن تكون كل المجمعات السكنية التي ننشئها نحن في سواء برنامج زايد أو في المجمعات الأخرى من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تتوفر فيها هذه البنية التحتية، لأن في النهاية هذه السيارات ربما تسير بشاحن كهربائي ربما ليس متوفر، وتأخذ كذلك وقت للشحن يتجاوز الساعة. أفضل مكان أن تشحن به هذه وسائل النقل من خلال المجمعات السكنية ومن خلال المرافق. مبادرات تصب ضمن جهود المحافظة على البيئة لوضع حلول جذرية لتحديات التغير المناخي وما تواجهه الدولة في مجال استنزاف مصادر الطاقة، دعما لمنظومة التحول إلى البيئة المستدامة. إطلاق هذا الأسطول من المركبات ومحطات الشحن يعد جزءا من مبادرة دعم المنظومة التنموية بمحاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وهدفها الأسمى جعل الدولة في مصاف الدول الأكثر تطورا وتقدما عالميا. أحمد الطنجي لنشرة علوم الدار، رأس الخير.